البعيد عن الانتصار لو تندفع بهذه الصورة في تحدي مسافة السرعة مسافة 1200 متر بحثاً عن الانتصار الأول في سجلها السباقي. اندفاع تبدأ مع الإمام مع السياج برفقة ستيلي ستريت في المنتصف برفقة كذلك متنامي أيضاً من الخارج برفقة عاصف يذهب كذلك مع محاولات قدوم ريبل آيكون من الخارج. نتابع الإمام هنا في الصدارة أيضاً مطاردة من قبل ظهور لبرانديزي أيضاً يذهب وتذهب إلى المرتبة الخامسة فيما الإمام في الصدارة برفقة ستيلي ستريت في المرتبة الثانية. نتابع أيضاً ظهور ريبل آيكون أيضاً للقدوم. هنا التنافس يشتد أكثر بين الإمام وستيلي ستريت، هنا مراحل الحسم تشتد أكثر، فأكثر من يحسم الحضور والانتصار الأول هنا رأساً برأس. وأيضاً مشاهدينا الكرام ستيلي ستريت المصنف الأعلى هنا يتقدم على الإمام ستيلي ستريت برفقة أصيل السرحاني، يوسع الفارق إذن ستيلي ستريت ليذهب إلى انتصاره الأول هنا في الميدان السعودي. ألف ألف مبروك لرفاعي صنعة الغريبان ابن زوفانيم تدريبات ناصر فواز والقيادة لأصيل السرحاني، يذهب إلى أولى انتصاراته مع حضور الثاني هنا بالميدان السعودي بتحقيق الانتصار وزمن دقيقة 13 ثانية و78